يا هلا ويا مرحبا فيكم، رجعت لكم بخمريات الشعر. ما هي خمرية الشعر؟ وقلت لكم خمرية الشعر هي لازم تتخمر 40 يوم مثل ما قلنا سابقا. وخمرية الشعر في منها نوعين، النوع الملكي أو حاليا يسمونها خمرية العروس لما فيها من مواد وفيها من عدة خلطات مميزة، يعني فعلا فعلا تحسين أو تحسون هذه الخمرية فقط للرزة، للناس اللي فعلا تقدر الخمرية أو تعرف شنو هي الخمرية ومكونات الخمرية. وإحنا قبل كنا نسميها خمرية الشيوخ أو خمرية شيخة، وحاليا نسميها خمرية العروس، وما في دزة عروس تخلى من هذه الخمرية. كلها مواد مفيدة لإطالة الشعر، للمعان الشعر، يعني حتى تصفي جلدة الشعر إذا فيها شوائب أو شيء. وهذه كلها الخمريات توضع في مفترق الشعر، يعني الشعر يعني في مفارق الشعر على الجلد وعلى أطراف الشعر شيء قليل جدا. خمرية الشعر القديمة، أو إحنا نقول لها القديمة، ما هي قديمة لأن لين حين الناس تطلبها، لكن هي أول خمرية عرفتها سيدات الخليج سواء الكويت، السعودية، البحرين، الإمارات، اللي هي عبارة عن خلطات طبيعية من العود وزعفران طبيعي خام ومسك هندي خام. وراح إن شاء الله بإذن الله نسوي لكم خمرية تحوز على رضاكم. رجعت لكم بسوي لكم الخمرية اللي احنا نقول عنها الخمرية الملكية أو الخمرية اللي خاصة في العرايس. ولو بتشوفون قوامها، شوفوا قوامها شلون، هذه متخمرة تقريبا صار لها 6 أشهر. شنو مكوناتها؟ الحين راح أسوي قدامكم. مكوناتها عبارة عن زعفران خام، لازم يكون زعفران فعلا يعني جيد ممتاز، وخلطة عطرية عبارة عن عود ومسك هندي مطحون في الحال. آخذ من الزعفران بداية، لازم وضروري ينطحن، مو بالمكينة، الأفضل إنه ينطحن بالنجر. شوفوا طريقته، شوفوا بس شنو أقصد بينطحن، إنه ينكسر، أبي شعيرات من هذا الزعفران. طحنت الزعفران أوكي، طحنته زين أو كسرته خليته يصير شعيرات صغيرة، أحطه في معون الخلط. عقب نحط عليه المسك اللي أنا طاحنته تقريبا قبل 2 ساعة، على جرام نحط تقريبا جرام، هذا جرام، ضروري إنه ينخلط، المواد الناشفة تنخلط جيدا كثر ما أقدر، إذا كانت كميات كبيرة تنخلط مدة أكثر، لكن إحنا هذه العينة لازم تتخمر 40 يوم. تنحط عليها الخلطة العطرية الشرقية اللي هي عبارة عن العود والريحان والمسك إلى أن تغطيها. أخلطه حتى ينخلط مع بعض ويترك مثل ما قلت لكم 40 يوم. خلال هال40 يوم خلاص لا أفتح العلبة ولا أي صوبها، وأتركها مثل ما قلت لكم لمدة لا تقل عن 40 يوم. بعد 40 يوم تصير بنفس هالقوام.
أنا بهذا القوام. شوفوا القوام، مو إنه كله خلطة زيتية، لا، عبارة عن المسك والزعفران والخلطة العطرية محضرة مسبقا. وهذه تعتبر القديمة. ليش سميناها القديمة؟ لأن كلها تقتصر على زيوت شرقية، كلها زيوت شرقية خالية من الزيوت الفرنسية. بعد ما سوينا لكم الخمرية القديمة، وإن شاء الله تعوز على رضاكم، وإن شاء الله تطبقونها، وهي عبارة عن مثل ما قلت لكم ثلاث أساسيات: الزعفران والمسك والخلطة العطرية المحضرة مسبقا. أقول لكم مع السلامة، ونشوفكم على خير في فقرات ثانية.